السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. أول شيء مبروك انتقالكم لمستوى الثانوي. في هذا الفيديو سنتعرف على كيف، لماذا، ومتى تنمو الكائنات الحية، لما هو منحنى النمو البشري، وكيف يتم قياس النمو. عندما يولد الأطفال يتم قياس وزنهم وتسجيلها. يتبع الأخصائيون الصحة نموهم عن طريق وزنهم بانتظام والتحقق من كتلتهم، فإن زادت كتلتهم يشير إلى أن الطفل ينمو. تمثل الوثيقة منحنى لتغيرات الوزن بدلالة العمر عند الإنسان، حيث نلاحظ أن وزن الطفل يتزايد تدريجيا مع زيادة عمره، حيث تكون زيادة سريعة إلى غاية سن 16، ثم تصبح بطيئة إلى أن يثبت وزنه جزئيا. عندما يكبر الأطفال بما يكفي للوقوف يمكن قياس الطول، وهذا مفهوم ثاني للنمو. يمثل لنا المنحنى تغيرات الطول بدلالة العمر عند الإنسان. نلاحظ أن طول الطفل يتزايد تدريجيا مع زيادة عمره، تكون زيادة سريعة إلى غاية سن 16، ثم يقل إلى أن يثبت طوله في سن 18. ومن هنا نستنتج أن مظاهر النمو عند الإنسان هي زيادة الوزن والطول. ثم ليد الطفل، لنلاحظ أن هناك اختلاف بينهما، فسلاميات الأصابع ليد الشخص البالغ أطول من الطفل. أيدي الطفل ليست كلها عظام، على سبيل المثال لا توجد مفاصل، بدل من العظام هناك غضاريف. فكما نلاحظ كثافة المادة الغضروفية عند يد الطفل أكثر من اليد الشخص البالغ، وقلة المادة العظمية عند الطفل وكثافتها في يد البالغ توقف النمو. ومن هنا نستنتج أن النمو الطولي عند الإنسان أو الحيوان يحدث في مناطق محددة كالعظام الغضروفية، لتتحول إلى عظام صلبة عند البلوغ. الآن مظاهر النمو عند النبات، كما نلاحظ مراحل نمو النبيتة، إنتاج البذرة يعني انتقال البذرة من الحياة البطيئة إلى الحياة النشيطة فيزداد طولها وعدد أوراقها وتتفرع جذورها مع مرور الأيام. ومن مظاهر النمو عند النبات ازدياد الوزن والطول. لمعرفة مناطق النمو قمنا بتجربة رش مبيد الأعشاب على نهاية الجذر ونهاية الساق لنبتة منتشة. بعد 10 أيام نلاحظ توقف النمو النبيتة، بالرغم أننا قمنا برش مبيد الأعشاب فقط على نهايات الجذر والساق ليس على النبيتة كاملة، إلا أنها قد توقفت على النمو، يعني المنطقة المسؤولة عن النمو تقع في نهاية الجذر وفي نهاية الساق، أو نقول قمم الجذر وقمم الساق، يعني المسؤول عن النمو ليس النبات كامل وإنما فقط في نهاية الجذر ونهاية الساق. لندخل في التفصيل أكثر، نرسم في نهاية قمة الجذر خطوط متقاربة باستعمال الحبر الصيني. بعد أيام نلاحظ تباعد خطوط الحبر الصيني فقط في نهاية الجذر يعني في القمة، ولكن خطوط الحبر الصيني اللي في بداية الجذر تبقى ثابتة. النتيجة تثبت أن النمو عند النبات يمس نسيج متخصص، هو نسيج القمة النامية للجذر والساق المكون من خلايا ميريستيمية، وعند الإنسان يمس نسيج متخصص هو نسيج الغضروفي المكون من خلايا إنشائية. يحدث النمو على مستوى الخلايا الميريستيمية والخلايا الإنشائية لأن لها القدرة على الانقسام، ويعرف بالتجديد الخلوي، وهذا ما سنراه بالتفصيل في الفيديو القادم. وإلى اللقاء.